رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالاستمرار في مضاعفة صرف مخصصات المساعدة الاجتماعية التي تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي ومضاعفة صرف مخصص الإعاقة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر البحرينية محدودة الدخل وفي إطار توفير مظلة الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطنين. وكلف سمو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بما ينسجم والقوانين والأنظمة المرعية في هذا الشأن ومنها قانون الضمان الاجتماعي. بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور البارز والمتنامي للصحافة الوطنية وأثنى سموه على الجهود التنويرية للصحفيين وأصحاب القلم وكتاب الرأي والأعمدة في الشأن الوطني وهنأ سموه الفائزين بجائزة خليفة بن سلمان للصحافة التي رعى سموه مؤخرا حفل توزيعها بمناسبة يوم الصحافة البحرينية. وضمن هذا السياق فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بتفعيل دور إدارة العلاقات العامة فيها على النحو الذي يضمن التعاون الفعال مع الصحافة وتسهيل مهمتها والتعاون المثمر معها إلى جانب إبقاء أبواب المسؤولين مفتوحة دائما لدعم هذا التعاون. إلى ذلك فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنجاح مملكة البحرين في تنظيم واحتضان عدد من الفعاليات الرياضية العالمية والعربية والخليجية مؤخرا، ومنها اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم كونغرس الفيفا وأول بطولة عربية وأول كأس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الطيران الحر الداخلي والتي احتضنتها جرافيتي أندرو سكاي دايفينج، منوها سموه بالصدى الطيب لنجاح هاتين الفعاليتين على سمعة مملكة البحرين وقدرتها وتكريس مكانتها في احتضان التجمعات الرياضية الإقليمية والعالمية، فيما نوه سمو أيضا بأهمية المؤتمرات والمعارض المتخصصة التي تعزز من التعاون الخليجي ومنها مؤتمر ومعرض جمعية المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين الخليجية التاسع الذي عقد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤخرا. بعد ذلك أدان مجلس الوزراء المحاولات الفاشلة من العناصر الإرهابية لترويع الآمنين وعرقلة الجهود التنموية المشهودة التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في كافة المناطق بالمملكة الشقيقة، واستنكر المجلس بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع في حي المسورة بمحافظة القطيف، مؤكدا المجلس وقوف مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحفظ أمنها واستقرارها وفي التصدي لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مشددا المجلس على موقف مملكة البحرين الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره والداعي لتضافر الجهود العربية والإسلامية والدولية لمكافحته. من جهة أخرى فقد تابع مجلس الوزراء تداعيات الهجوم الإلكترونية الذي استهدف ألف المؤسسات حول العالم، وأخذ المجلس علما من خلال التقرير الذي قدمه معالي وزير الداخلية حول ما تم اتخاذه من إجراءات توعوية للمؤسسات والأفراد وضرورة استخدام أنظمة الحماية اللازمة. وقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برفع تقرير عن الإجراءات والتدابير المستقبلية لتعزيز الأمن الإلكتروني. بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى استيعاب احتياجات أهالي بلاد القديم والزنج من الخدمات الإسكانية ضمن المدينة الشمالية، إضافة إلى استيعاب أصحاب الطلبات من أهالي سلمباد ضمن مشروع الرمل الإسكاني. وأكلف سمو وزارة الإسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بما يتماشى مع المعايير المعتمدة. بعد ذلك بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي. أولا، تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية، فقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء بعثتين دبلوماسيتين لمملكة البحرين، الأولى لدى جمهورية السودان الشقيقة والثانية لدى مملكة ماليزيا الصديقة. وكلف المجلس وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية. ثانيا، حرصا من المجلس على تعزيز التنسيق والتكامل مع دول مجلس التعاون في مجال الرعاية الصحية البيطرية والعلاجية، فقد وافق مجلس الوزراء على
تمضي البحرين قدما في تأمين الأدوية واللقاحات البيطرية عن طريق الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية وفقا لآلية الشراء الموحد المعتمدة من لجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. ثالثا، بحث مجلس الوزراء مذكرة تفاهم في المجال الديني بين مملكة البحرين ممثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجمهورية قرغستان ممثلة في لجنة الدول للشؤون الدينية، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. رابعا، وافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين لورشة العمل الإقليمية بمملكة البحرين التي تنظمها الأمانة العامة لمنظمة العمل الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة لإبراز دور المرأة في المجتمع في شهر سبتمبر المقبل، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم. خامسا، أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لاتخاذ ما يلزم تمهيدا للتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين لتعديل واستكمال الاتفاقية المبرمة بين البلدين بشأن الخدمات الجوية والتي وقعت بينهما في 29 من أغسطس 1992 والمعدلة بالبروتوكول الموقع بين البلدين في 15 من ديسمبر 2003، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة من وزير المواصلات والاتصالات. سادسا، أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حول مشروع قانون بشأن الدعم الحكومي المعد في ضوء الاقتراح بقانون والمقدم من مجلس النواب. سابعا، وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن بذل كافة الجهود لحماية الموظفين والعمال البحرينيين من التسريح والفصل التعسفي نظرا لتحققها واقعا وعملا في القطاعين العام والخاص من خلال ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ثامنا، بحث مجلس الوزراء اقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تعيين المدراء التنفيذيين للمؤسسات العامة والشركات الحكومية، والاقتراح برغبة بخصوص إبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون القضائي مع الدول التي يكثر عدد رعاياها المقيمين في مملكة البحرين، ووافق المجلس على رد الحكومة بشأنهما الذي عدته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.